الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كذلك النشور
فترى القوم فيها صرعى
اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء
وسمكها فسواها وعطش ليلها وأخرج ضحيها وأعرض بعد ذلك دحيها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرساها ولأنعامكم لا إله إلا الله والله أكبر ولله
ووجدك عائلا فأغنى أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر ولله الحمد بسم على ذلته قلق كيدا ان العبد الغريق في الاتباح الصيف لربما القى مجيبا فيا اسفي على عمر التقب ولم اكسب فيه الا ذنوبا انا المضطر ارجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا يا رب عفوا لا تاخذ بذلتنا وارحم يا رب ذنب قد جنيناه كم نطلب الله في بر حل بنا ولما توالت بلوانا نسيناه ندعوه في البحر ينجي سفينتنا ولما وصلت الى الشاطئ عصيناه
ونركب الجو في امن وداعة وما سقطنا لان الحافظ الله. ايها السادة، كل شيء في الدنيا لا حد، ولكن حلاوة القرآن ليس لا حد. استمعنا لدول النور الى الفاصل ما بين الحق والباطل. تلو عليكم فضيلة الاستاذ القارئ الشيخ حامد منصور سفير القطعاني، قارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة الإسكندرية، إذاعة محلية ودولية نقلناها لكم على هواء مباشرة من داخل مكتب فراشة الباشمهندس عبد المنصف عوض صالح أبو جلاوة. عبد المنصف صالح عوض أبو جلاوة المقيم بنفس هذه البلدة، وكل ما جانا بالعزاء كان لكم جزاء، وكان سعيكم مشكور. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفخيد فسيح جناته، وأن يلمع له وزير الصدر والسلوان، ولا نقول إلا ما يرضي المولى. إنا لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.